ولكن شنو هي العراقيل اللي كانت عندنا حنا كلجنه مشتركه البرلمان الاوروبي؟ مثلا النظير ديالي في اللجنه المشتركه هو اندريا كوسولينو هو اللي جا من بعد بونزيري، وغادي نرجع للمساله ديال بونزيري. هذا كان مقاطعا لنا، يتحاشانا، لا يتعامل معنا. هذه الاولى. فرانشيسكو جورجي اللي هو المساعد ديالو لا يجيب على الايميل، منير كيرسل له الايميلات، كنعملوا هذه الى غير ذلك، لا يتعامل معنا. بانزيري في نفسه تنتلقاو في البرلمان الاوروبي، هذا اللي مشى دابا في الحبس اللي كان الرئيس الى غير ذلك، ما تيتعاملش معنا. اذا هاد الناس اللي تيتكلموا تيقولوا هادو راهم تيعملوا لصالح المغرب، ما كانوش تيشتغلوا معنا، بالعكس كانوا تيعملوا لنا كل العراقيل باش ما يمكنناش نشتغلوا. ولكن لانه هادو كانوا كيعملوا لنا العراقيل الى غير ذلك، كنا حنايا قلنا هاد اللجنه المشتركه فيها واحد العطب، هي لجنه مؤسساتيه، كاينه رئاسه مغربيه، كاينه رئاسه اوروبيه، الرئاسه الاوروبيه لا تكتريت بالعمل، حنا اضطرينا اننا نعملوا مع اعضاء ديال اللجنه، كنمشيو عندهم فرادى، وكنعملوا كذلك مع الفرق، لانه كانت هناك عراقيل منذ بداية ديال العمل، ومنذ قبل حتى ملي كان السي بلعسال رئيس ديال هذه اللجنه هذه. اذا دفع هذا العمل هذا دفعنا باش يمكننا نديروا علاقات مع الفرق ومع النواب البرلمانيين باش يمكن لينا نشتغلوا. كاينين اللي يطرحوا تيقول لك علاش نتوما متواجدين في بروكسل وفي ستراسبورغ بشكل مداوم. متواجدين في بروكسل وستراسبورغ بشكل مداوم، السبب الاول انه هناك هجمه شرسه لمناصر الجزائر والبوليزاريو على المغرب. هذا من واجبنا كبرلمانيين، اننا واجب الاخلاقي والسياسي والوطني ان نتصدى لهم في ظل احترام الحقوق القوانين. والسبب الثاني هو عرقله بانزيري، هذا اللي موجود في الحبس، كوسولينو هذا اللي مطلوب من العداله البلجيكيه، فرانشيسكو جورجي هو كذلك موجود، هو المساعد ديالهم لعمل اللجنه المشتركه، لانهم عرقلوا العمل اللجنه المشتركه. لو ان كانت اللجنه المشتركه كتشتغل بطريقه عاديه، ونتلاقاو في اللقاءات السنويه جوج المرات، ويتلاقاو يعني اللي بينهم الاخوه البرلمانيين، البعض منهم موجود هنا، يتلاقاو في اطار يعني انهم يتكلموا على مواضيع معينه، ما كانش ممكن اننا نمشيو في كل هذا. ولكن كذلك الى بغاو البرلمانيين الاوروبيين باننا ما يمكنناش نكونوا متواجدين في اوروبا، يعني في البرلمان الاوروبي في بروكسل وفي ستراسبورغ، يوقفوا الهجمات اللي كاينه على المغرب. نعطيكم عدد الهجمات اللي كانت على المغرب يعني فقط هذه السنه. 112 سؤال ضد المغرب، وكنا نتواجد في البرلمان الاوروبي نواجهها بالشرح والتفاعل مع النواب الاوروبيين. 18 محاوله تعديل مناهض للمغرب. دابا فاش كيجي شي تقرير مثلا، الا دار تقرير على حقوق الانسان في العالم، ولا دار تقرير مثلا على حسن الجوار، ولا دار تقرير مثلا على الموارد الطبيعيه، تيجي واحد من هاد المناهضين اللي كتستعملهم الجزائر بامكانيات كبرى الى غير ذلك، وتيجيب لك تعديل وتيتكلم على المغرب بطريقه سيئه. المغرب نتصدى الى هذه 18 المحاوله هذه السنه 2022، ما تم تمرير حتى شي وحده ديال منهم. منذ 2016 420 محاوله ديال التعديلات اللي هي مناوئه للمغرب. اذا واربع محاولات ديال تمرير قرارات بحال هذا القرار اللي داز، هذا ما داز منهم الا ديال السبته في 2021، احداث السبته، وهذا اللي داز منهم اذا فقط. ولكن الاغلبيه ديالها العمل ديال اللجنه المشتركه مع البرلمانيين الاوروبيين، لاننا كنشرحوا لهم، لاننا كنكونوا معهم، لاننا متواجدين الى غير ذلك، ما مر حتى شي واحد من هذه القضيه. كانت جوج ديال المحاولات باش تعطى الجائزه ديال ساكاروف لاشخاص لا علاقه لهم بحقوق الانسان، ودخلات اللجنه باش يمكن له انه هذا العمل ما يمكنلوش يقوم. كاين ثلاث مشاريع قررت هذه السنه فقط تخص عمر الرادي، هذه السنه فقط تخص عمر الرادي. هو في الحقيقه ما صمتناش، لانه هاد الشيء كنعرفوا كنعرفوا الرئيسين ديال البرلمان المغربي، راسلوا، راه هناك خمسه المراسلات اللي مشات من البرلمان المغربي حول هذه القضايا، رسائل من السي المالكي، ورسائل من السي رشيد الطالبي العالمي، ورسائل من السي مياره، كانت رسائل كذلك مني انا للنظراء ديالي عبر رئيسة البرلمان الأوروبي، تكلمنا مع نائبة الرئيسة ديال البرلمان
الاوروبي تكلمنا مع الاعضاء، ولكن ما يمكنلكش هذه الامور هذه اللي هي مسائل ديال تدبيريه تسييريه ديال لجنه معينه تخرجها للعلن. الا خرجتها للعلن خلقتي ازمه. تنقولوا حنا يمكننا ندبروا هذه الامور فيما بيننا، لم نصمت. بالعكس الا جيتي تطلع الوثائق اللي عندنا كلها كان، ولكن رغم ذلك حنا تنقولوا رغم هذه العراقيل، لان الناس اللي كانوا دايرين العراقيل ما بغوناش نشتغلوا، بغوا باش تمر يعني قرارات المغرب كما وقع الان. تنقولوا رغم هذا الشيء كنا كنشتغلوا، كنا مرابدين في بروكسل وفي ستراسبورغ، ولكن كان ممكن اننا ما نكونوش مداومين تما، كان ممكن انه هذا العمل يكون هو عمل اللي هو مؤسساتي وكنا نشتغلوا فيه. اذا لم نصمت، صمتنا ما خرجناش للعلن والراي العام، لانه هذه امور ما كتخرجهاش الراي العام. دابا خرجنا لان كاين ازمه، ولكن في الوقت ديالها كنا تنقولوا غادي نصلحوا هذه الامور هذه. اخرها رساله انا كتبتها قبل شهرين لهذا كوسولينو قبل ما تنفجر هذه القضيه ديال الرشوه الى غير ذلك، تنقول له راه خصنا نديروا هذه المساله ديال اللي بينهم، ودرت كوبي للرئيسه ميتسولا ودخلت وعاد جاوبني اول مره منذ سنتين ونصف يجيب هذا الرئيس الموازي ديالنا. اذا هناك عراقيل، وعراقيل هذه قلنا حتى في الخارجيه، قلنا للاخوان ديال الخارجيه والوزاره الخارجيه عارفه هذه الامور هذو، البرلمان المغربي عارف هذه الامور هذو، الرئاسه ديال البرلمان الاوروبي عارفه هذه الامور هذه. اذا جميع الاطراف التي يهمها الامر تعرف هذا لما يكون هناك